أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، يعني الآن ما نقرأ سورة الفاتحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزاكم الله خيرا كثيرا يا شيخ عبد الحكيم. الآن تفضل واحدا فواحدا ثم كلنا نقرأ مثلكم. Sekarang Syekh Abdul Hakim dipersilakan untuk membaca per ayat, kemudian nanti kita akan mengikutinya sesuai dengan bacaan Syekh. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يوجد هناك صوت؟ يا شيخ، هم يقرؤون في بيوتهم لأننا نحن لم نسمع، لكن هم يعني يقرؤون في بيوتهم، وبعد ذلك ممكن نحن نأخذ واحدا منهم ثم يعني نسمع هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Baik, jazakumullahu khairan ya Syekh. Kami berikan kesempatan kepada peserta untuk mengangkat tangan bagi yang ingin mencoba membaca Al-Fatihah dan kemudian diberikan kesempatan untuk perbaikan oleh Syekh Abdul Hakim. Tafadhol, ada yang mengangkat tangan, kami persilakan. Fi wahid minna, insyaAllah, yujarrib al-khira'ah ma'akum insyaAllah ya Syekh. Sudah ada yang mengangkat tangan? Okay, silakan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط نعم لاقي صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رضوان غير المغ كده المغ المغ غير المغضوب غير المغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله سنت يا رضوان. شكرا سيد جزاك الله خير وبارك الله فيك. امين. Baik, selanjutnya kami persilakan. Baik dari panelis. Nah, assalamualaikum ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda ya Syekh. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين. طيب يا أحمد نقول ربي الباء، هنا الباء ترقيق ليس تفخيم، لا نقول ربي ربي. نعم يا شيخ. نعم. الحمد لله رب العالمين. مرة أخرى هناك راء كمديان باء ثم حرف الباء فنقول راء راب
ليس رب رد ردل. الحمد لله رب العالمين. باك. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. طيب إياك هنا تشديد دون غنة، يعني لا نقول إي، لا هنا من الفم إي. إياك إياك ليس إياك من صلاة. إياك 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 نعبد وإياك نستعين. كذلك نستعين، كذا نستعين. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب ممتاز. لاقي لا نقف على الساكن كثيرا، يعني لا نقول غير المغضوب، لا إني صلح غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم ننجو. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا بعد الضاء المن لام، واللام هنا لام مشددة مرققة. ولا الضالين، نقول ضالين. ننتبه باقي. نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا لا يوجد غنة، لا نقول ولا الضالين، هنا ابتداء غنة، يعني هنا تشديد فقط. ولا الضالين ضالين هكذا. ليس الين، ابتداء غنة تشديد فقط. نعم يا شيخ أحسن الله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا أحمد، أحسنت. وفيك بارك الله، جزاك الله خير يا شيخ. آمين آمين وإياك. تيد سوارة طيب شيخ، ممكن تفضل أن تقول إليهم من تريد بعده هكذا، يعني كما تريد هكذا، يعني أختار أنا تقصد. نعم، يعني بعد صاحبنا تقول وثم أنتم تقول ثم بعده من هكذا. تقصد ada lagi يعني... نعم هكذا ada lagi. نعم إيه نعم ما شاء الله ممتاز. نعم الآن ada lagi. Siapa?
Supri. طيب برتاما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب عندي لاقي بسم الله الرح الرح تدا الرح نسالة الرح بسم الله الرحمن الرحيم. لاقي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ترس. الحمد لله رب العالمين. الحمد الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. كذلك بسامة. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم. إهدنا الصراط المستقيم. صراط ال كده صراط ال إهدنا الصراط ال إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب كده غير المغ لا إني سلا غير المغضو المغضو غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لمد لم حركة لازم ولا ولا الضالين. آمين. أنت بارك الله فيك يا عندي. جزاك الله خير. آمين. طيب هذا لاقي هذا لاقي ماو نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سوارة. نعم. يا حافظ الصوت سوارة بلوماغوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الصوت ضعيف.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakata afdal qalilan. Ada, Syekh? Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Lagi bisa tidak agak ghairi ini salah. Ghairil bisa huna tidak syafat belum. Ghairil maghdubi alaihim waladh. Ya Hafiz, la. Baik, sebentar. Harful ghain syafatain belum sidah. Ini salah. Naam. Ya. Wa hakada. Ghairi atau ghairi salah. Min huna di sini. Ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Gha tafkhim sedikit ini salah. Tafkhim banyak. Ghairil maghdu. نعم غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. نعم سنت بارك الله فيك يا حافظ. وفي بارك الله شيخ. شكرا جزاكم الله خيرا حفظكم الله. نعم baik ada lagi mau silakan ya Alfi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن. Tidak رحمن. ن رحمن الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. جزاك الله خير شيخنا، اللهم بارك. ممتاز، أحسنت بارك الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف سأل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أعد من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا بس المهم أش إني تيدا شفتين بلوم أش أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك ليس نعبد لا تدا سجرا إياك نعبد وهكذا إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب لذي غير المغضوب ini tidak du غير المغضوب ini salah غير المغضوب besar غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب لاقي ومد نم حركة ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين سنت بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا كثيرا يا شيخ. آمين وإياك. سلام.
نعم شكرا. هذا سلكا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب لاجي لكن او كده غا او غير غير المغضوب عليهم ولا لاجي غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. طيب لاقي كيف شيء حتى لاقي لكن المغ إني أدا 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 لاقي تفخيم المغ إني المغ طلع غير المو المو. طيب شيخ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمين. أحسنت وبارك الله فيك ما شاء الله فيكم. بارك الله شيخ جزاكم الله خيرا. أمين وإياك. طيب شمسون. السلام عليكم كيف حالك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إذا ini صوت suara dari ini salah. Ya. Baik, saya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an عمت عليهم غير المغضوب. لاقي يا شمسون لكن لانشا. صراط الذين أنعمت عليهم تدا. صراط الذين أنعم لا إني صلاة سديكي. نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب لاقي غير غير المغضوب على المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحسنت. بارك الله فيك. أحسن بارك الله فيك. جزاك الله خيرا يا شيخ. آمين وإياك. سكران مع الشيخ عبد المجيد إن شاء الله. خلاص سودة يا شمسو. بارك الله فيك. سكران مع الشيخ عبد المجيد. الشيخ عبد المجيد جزاك الله خيرا. حياكم الله. جزاك الله خير شيخ عبد الحكيم. حسن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله. شكرا لك. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراء تفخيم. الراء راء وكم ورد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ليس الحمد لا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. افتح الفم. ليس الرحمن الرحيم لا الراء راء. الرحمن الرحيم. نعم الرحمن الرحيم. أحسن. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. نعم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. هنا الدال ليس تاء نعبد لا نعبد دو. إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد دو. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. نعم اهدنا الصراط المستقيم. الصراط ليس الصراط الصراط كسرة تحقيق الكسر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. هنا ليس السين هنا الصاد. صراط 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 الذين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم غير ولا الضالين. المغضوب أعد 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 لا أسمع.
غير المغضوب عليهم. أحسنت وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا يا سبان. بارك الله فيك، جزاك الله خير. جزاكم الله خيرا يا سبحان، وفقك الله ما شاء الله تبارك الله. سبحان جارك فيك. السلام عليكم أستاذ أحمد. أستاذ أحمد فوزي. بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ إن شاء الله في أولا سأقرأ سورة الفاتحة ثم نأتي بالملاحظات التجويدية لسورة الفاتحة إن شاء الله. بسم الله. طيب يا شيخ عبد المجيد، أولا نقول جزاكم الله خيرا كثيرا. نعم بارك الله. الشيخ عبد الحكيم، والآن دور الشيخ عبد المجيد نشرح عن سورة الفاتحة. نعم جزاكم الله خيرا، فليتفضل. نعم جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا الله. أسأل من الله العلي القدير التوفيق لي ولكم في هذه الجلسة المباركة وهذا البرنامج المبارك إن شاء الله. الآن سأبدأ الآن في تلاوة سورة الفاتحة بالتجويد والتحسين، ثم نشرح الملاحظات التجويدية لسورة الفاتحة وبيان الحروف المرققة والمفخمة والأخطاء التي يلتبس فيها عند قراءة القرآن القارئ. أولا سأقرأ بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكل ينظر كيف حركة الفم من أجل يعرف كيف المخرج والصفة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولا قرأنا سورة الفاتحة بالتجويد وبالطريقة الصحيحة، الآن نصحح الأخطاء التجويدية ونأتي بالملاحظات التي يجب علينا جميعا أن ننتبه لها عند قراءة سورة الفاتحة. أول ملاحظة. نعم واصل. أنا أترجم يا شيخ أو كيف؟ نعم ترجم هذا الكلام الذي قلته حتى أبدأ بالملاحظات. طيب Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Syekh Abdul Majid ingin memberikan kepada kita bacaan Al-Fatihah yang sesuai dengan standar sanad dan benar. Dan kemudian setelah ini Syekh Abdul Majid akan memberikan cara bacaan Al-Fatihah yang keliru dan yang salah sehingga akan mempengaruhi arti dari bacaan Al-Fatihah. Tafadhal ya Syekh. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أولا بالملاحظة الأولى التي يجب علينا أن ننتبه جميعا عند قراءة سورة الفاتحة، وهي كلمة الحمد. هنا ترقيق الهمزة واللام، بعضهم عندما يقرأ كلمة الحمد يقول الحمد،
وهذا خطأ. يعني الحمد لله الكلمة الصحيحة يكون الهمزة واللام مرققا، لأن الهمزة في كلمة الحمد مرققة وأيضا اللام، فلا نقول الحمد، لا، الحمد، الحمد، الحمد لله. هذه الملاحظة الأولى، والتركيز على مخرج الحاء. بعضهم يقول الحمد لله وهذا خطأ، لا نقول الحمد لله، هذا حرف الهاء ليس حرف الحاء. وأيضا بعضهم يقول الحمد لله ويفخم الحاء، الحاء هنا مرقق ويخرج من وسط الحلق، فنقول الحمد لله. إذن الملاحظة هنا الهمزة واللام ترقيق، فنقول ال ليس ال، ال، وأيضا الحاء فنقول الحمد لله. هذه الملاحظة الأولى في سورة في كلمة الحمد. لله هنا ترقيق لام لفظ الجلالة، فليس الحمد لله، هذا خطأ، فنقول الحمد لله. هنا اللام مرققة في لفظ الجلالة لله. وأيضا الكلمة التي بعدها رب العالمين، هنا رب، هنا تفخيم الراء وتشديد الباء، فنقول را ربي، رب العالمين، رب العالمين. الراء مفخم والباء مشدد مرقق، فنقول ولا نقول ربي، ربي، فهنا يكون الباء كأنه مفخما والباء هنا هو مشدد مرقق. فالصحيح يعني نقول رب العالمين. أيضا كلمة العالمين ترقيق اللام الساكنة ومخرج العين، هنا لا بد أن ننتبه على اللام العالمين. بعضهم يقول العالمين وهذه خطأ، نقول العالمين، العالمين، هذه الصحيح، ليس العاء، العاء، كأنه فخم اللام وفخم العين، وهذا من الأخطاء التي يخطئ بها كثيرا من القراء هنا في إندونيسيا. أيضا من هذه الآية الحمد لله رب العالمين عرفنا ما هي الأخطاء التي يحصل فيها أكثر الذين يقرؤون القرآن في هذه الآية، ولا بد أن ينتبهوا لهذه الملاحظات. الحمد لله هذه الآية الأولى من سورة الفاتحة، شرحنا كيف يتم نطق الحروف فيها بالشكل الصحيح. أستاذ أحمد تترجم أم نواصل؟ طيب ممكن نترجم قليل. نعم. Baik, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ikhwan sekalian, yang pertama adalah bacaan ayat pertama dari surah Al-Fatihah, yaitu kita berhati-hati dalam membaca ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Yang pertama yaitu dengan alhamdu. Di situ dikatakan bahwasanya kita disuruh membaca hamzah dengan tipis dan kemudian huruf ha dibaca juga dengan tipis, dengan ha, bukan dengan tebal ha, karena hal itu akan merubah warna, dalam artian merubah arti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara singkat itu yang bisa disampaikan. Tafadhol ya Syekh Nastamir. Na'am, fatakun an-nutq as-sahih li al-aya al-awwalah هكذا سأقرأها الآن، ولا بد أن تركزوا على حركة الفم والمخرج والصفة التي سأقرأ به هذه الآية. الحمد لله رب العالمين. ها
هذه القراءة الصحيحة للآية الأولى من سورة الفاتحة. الآن ننتقل إلى الآية الثانية من سورة الفاتحة، وهو قوله تعالى الرحمن الرحيم. هنا كلمة الرحمن فيها أولا ملاحظات، تفخيم الراء، الملاحظات في سورة في الآية الثانية تفخيم الراء، بعضهم يقول الرحمن الرحمن فيجعل الراء مرققا، والراء هنا هو مفتوح مشدد فيجب أن يفخم، ولا تضم الشفتين عند التفخيم. فبعضهم يقول الرحمن الرحمن، وهذا خطأ، الشفتين ليس لها علاقة بالراء هنا نهائيا، الراء ليس من حروف الشفتين، فالراء هنا تفخم ويفتح الفم أو الفك يفتح إلى الأعلى، يفتح هكذا الراء الرح الرحمن. هذه الملاحظة، الملاحظة في كلمة الرحمن، تفخم الراء ولا تضم الشفتين، فلا نقول الرحمن، هذا أولا. كلمة الرحيم، الرحيم هنا لها ملاحظات، منها ترقيق حرف الميم، ترقيق حرف الميم، بعضهم يقول الرحيم الرحيم ويفخم الميم. والملاحظة الثانية وهي الصحيح الرحيم الرحيم، الميم هنا مرقق، الميم عموما في القرآن كاملا لا يفخم حرف الميم، سواء كان مكسورا أم مفتوحا أم مضموما. والملاحظة الثانية في كلمة الرحيم إتمام الكسر في الميم، فلا نقول الرحيم الرحيم الرحيم، هذا بعضهم يختلس كسرة الياء ويأتي إلى الميم كأنها إمالة أو تقليل أو من هذا. فالصحيح نقول الرحيم الرحيم، هذا النطق الصحيح والملاحظة الصحيحة لكلمة الرحيم. إذن تكون القراءة الصحيحة للآية الثانية من سورة الفاتحة الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. إذن الراء لا تضم الشفتين، والراء في الرحمن الرحيم مشدد مفخم ويفتح الفم فيه، وأيضا الميم هنا لا تفخم، فنقول الرحمة هنا الرحمن، الميم هنا مرققة، والرحيم الميم هنا أيضا مرققة، فنقول الرحمن الرحيم. أستاذ أحمد، لو سمحتم يا شيخ عبد المجيد ممكن تفتح فيديو لكي هم يعرفون كيف أنتم النطق الصحيح، جزاكم الله خيرا ما شاء الله. وثاني الشيخ قال نعم، beliau berkata tentang ayat yang kedua الرحمن الرحيم، bahwasanya الرحمن را di situ harus dibaca dengan tipis tidak tebal. Dan selanjutnya yang terakhir yang bacaan mim ar-rahim tidak boleh dibaca juga dengan tebal mimnya, dibaca juga dengan tipis sesuai apa yang disampaikan bacaan tadi oleh Syekh Abdul Majid. Falyatafadhal ya Syekh. Nastamir. Al-an maftuh al-kamera? Naam maftuh. Jazakumullah khairan. Naam, nantaqil ila الآية الثالثة من سورة الفاتحة. يعني أتمنى توضيح، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الآن السورة الثالثة مالك يوم الدين، فهنا
الملاحظات التي لابد أن نوضحها هي حرف الميم في مالكي، بعضهم يقول مالكي وهذا خطأ، هنا الميم ليست مفخمة، الميم هنا مرققة، وأيضا كما قلنا الميم لا تفخم في القرآن الكريم كاملا، فنقول مالك يوم الدين، مالك، الميم مرققة، واللام والكاف هنا لا نختلس الكسرة لللام والكاف، هنا اللام والكاف لا نختلس الكسرة وإنما نتم الكسر في اللام والكاف، فنقول مالكي مالكي، ولكن لا نقول مالكي، هنا يكون ياء كأنه لا، هنا كسرة فقط، فنقول مالكي يومي مالكي، هنا نتم الكسرة ولا نأتي بالاختلاس ولا نأتي أيضا بياء بعد الكسرة فيكون كأنه ياء، هنا كسرة فقط فنتم الكسر، فنقول مالكي يومي. نعم، أيضا في يوم، يوم الدين، هنا كلمة يوم الواو هنا مرقق، الواو في كلمة يوم الدين مرقق، فلا نقول مالك يوم، يوم الدين، لا، هنا الواو مرقق، وأيضا الميم، الميم مكسورة مرققة والواو ساكن، فنقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. أيضا كلمة يوم الدين هنا الدال هنا مشدد مكسور، فبعضهم ينطق الدال كأنه تاء فيقول مالك يوم الدين، أو يقول مالك يوم الدين، فيجعل الداء كأنه مقاربا لحرف التاء في المخرج، وأيضا يفخم الدال هنا، الدال هنا مشدد مكسور مرقق أيضا، فنقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. هذا النطق الصحيح لهذه الآية وهذه الملاحظات. نعم أستاذ أحمد. نعم. Selanjutnya tentang maliki yaumiddin, yaitu ayat selanjutnya, beliau menjelaskan tentang huruf lam yang kasrah, yang mungkin di antara kita ada yang membaca bacaan li-nya itu seolah-olah ada huruf ya, sehingga menjadi huruf mat. Begitu juga dengan huruf kaf sama kasrah, seolah-olah dibaca harful matnya ada huruf ya di situ. Yang semestinya adalah tidak ada mat di dalamnya dan tidak ada huruf ya yang sukun di dalamnya. Sesuai apa yang dibacakan oleh Syekh tadi. Selanjutnya juga tentang yaumiddin, sama lamnya juga tipis dan tidak ada harful ya yang sukun, jadi tidak diperlukan mat mat yang biasa yang kita baca tentang dua harokat. Selanjutnya yang terakhir yaitu yaumiddin, seperti itu yang diajarkan oleh Syekh, itu tidak Syekh, yaitu dalnya bertasdid dan dibaca secara tipis, tidak tebal, dan tidak boleh juga bacaan tasdid dal itu masuk ke dalam bacaan huruf ta. Ya, ini yang seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Majid yang mengatakan bahwasanya yaumiddin di situ masuk huruf ta, yang semestinya tidak ada huruf ta karena dia adalah huruf dal yang bertasdid, dal pertama adalah berharokat dan dal selanjutnya adalah sukun. Baik, jazakumullah khairan. Tafadhal ya Syekh. Barakallahu fiik. الآن ننتقل إلى الآية بعدها وهي الآية الرابعة،
التي هي إياك نعبد وإياك نستعين. هنا إياك الياء مشدد، تشديد الياء مع الرخاوة وترقيق حرف الكاف، فلا نقول إياك هنا الياء كأنه مفخم، لا هنا الياء مرقق. إياك نعبد إياك، وأيضا الكاف فلا نقول إياك، إياك إياك لا نقول إياك، وهذا خطأ. الكاف والياء لا يفخم، الكاف مفتوح والياء مشدد مفتوح مرقق، فنقول إياك نعبد وإياك نستعين. أيضا النون في نعبد، النون هنا مرققة فنقول نا نعبد، وأيضا العين لا نقول نع، أيضا هو مرقق ويخرج من وسط الحلق فنقول نع نع، وأيضا الباء هنا مضموم فنقول نعبد، والباء هنا ليس مفخما وإنما مرققا مضموما، فنقول نعبد 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 إياك نعبد وإياك نستعين، مثل إياك الأولى، يعني الياء مشدد مفتوح والكاف أيضا مرقق. نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. أيضا وإياك نقول و وإياك، الوا هنا مرقق ليس مفخم، بعضهم يقول و وإياك، لا هنا نقول وإياك نستعين. نستعين هنا النون مرققة مفتوحة والسين ساكنة مرققة أيضا والتاء مرققة أيضا، فنقول نستعين نستعين، وأيضا كسرة العين لا تكون فيها اختلاس، نتم الكسر فيها فنقول نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. بارك الله فيكم. Untuk wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa yang dimaksud adalah oleh Syekh Abdul Majid, yaitu wa-nya harus tipis dan tidak boleh tebal. Sebagaimana yang beliau tadi katakan, mana yang tebal, yang tipis. Jadi yang tebal adalah yang salah, yang tipis adalah yang benar. Kemudian selanjutnya, untuk bacaan iya sama, yaitu dia harus tipis juga dan bertasdid. Ya tasdid juga harus tipis. Kaf, iyaka yang beliau maksud juga harus terbuka mulutnya. Tidak boleh tertutup atau yang disampaikan beliau seperti ucapkan qa, iyaka. Jadi iyaka. Selanjutnya, untuk bacaan na'budu, beliau juga mengatakan kepada kita harus dibaca dengan tipis dan tidak boleh tebal. Kemudian untuk huruf ain, letak keluarnya adalah di tengah tenggorokan, bukan di atas atau di bawah tenggorokan, tapi berada di tengah tenggorokan. Untuk bacaan na'budu, yaitu bacaan harful ba budu, yaitu juga sama, dibaca secara tipis tidak boleh tebal, sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh Abdul Majid. Jazakumullahu khairan. Tafadhal. Naam, ahsanta. Barakallahu fik, Ustaz Ahmad. Allah yakbar. Al-an na'ti li tawdih at-tajwid fi al-aya al-khamisa allati hiya qawl Allah 'azza wa jalla ihdina as-siratal mustaqim. Fal-qira'a as-sahiha li hadhihi al-aya naqul اهدنا الصراط المستقيم. هنا الهمزة مرققة فنقول اهدنا، والهاء أيضا هو حرف ضعيف هنا فلا يفخم أو يأتي كأنه مفخم لأن قبله همزة مرققة، فنقول اهدنا الصراط. هنا أيضا كلمة الصراط، الألف
واللام هنا اللام هنا شمسية، فنقول الصراط. أيضا الصاد هنا هو من حروف التفخيم، فلا نقول الصراط، لا هذا سين، لابد أن نقول الصراط، والصاد هنا من حروف التفخيم، وهو هنا مكسور فهو حرف مفخم. وأيضا الراء الصراء، الراء هنا مفخم، فبعضهم يقول السراء، يأتي كأن الصاد سين ويأتي بالراء كأنه مرقب، والراء هنا هو مفتوح مفخم، والصاد هنا مفخم مكسور. وأيضا الألف التي بعد الراء تفخم لأن قبلها راء، الراء هنا تفخيم، فالألف تفخم لأن الألف تتبع ما قبلها. اهدنا الصراط، الطاء هنا أيضا مفخم لأنه من حروف الاستعلاء وهو مفتوح. اهدنا الصراط المستقيم، أيضا كلمة المستقيم هنا، الكلمة هذه كل الحروف مرققة ما عدا حرف القاف، فنقول المستقيم المستقيم. هذه توضيح للآية الخامسة، والقراءة الصحيحة لها نقرأها هكذا: اهدنا الصراط المستقيم. بارك الله فيك. Untuk ihdinash shiratal mustaqim ada huruf hamzah yang dibaca harus tipis. Ha juga tidak dibaca dengan tebal tapi tipis saja. Untuk bacaan as-sirat, siratal mustaqim, yakni as-sirat di situ adalah asy-syamsiyah, sehingga dibaca huruf la'al masuk ke huruf asy-syamsiyah. Dan harfu shad yang dimaksud di situ adalah huruf tebal, sehingga dibaca dengan harus tebal. Sebagaimana juga sebaliknya, huruf ra dibaca tipis, maka hamzah di pertama atau al yang di pertama ra harus juga dibaca dengan tipis. Sehingga mengikuti bacaan al, mengikuti bacaan sesudahnya, yaitu bacaan huruf sesudahnya. Jika al ketemu dengan huruf shad, yaitu huruf tebal, maka mengikuti bacaan tebal daripada huruf shad. Untuk ar-Rahman, karena ra termasuk tipis, maka alnya juga dibaca tipis. Demikian. Syukran fatafadl. نعم بارك الله فيك. الآن ننتقل إلى توضيح التجويد في الآية السادسة. أولا قلنا اهدنا الصراط المستقيم، هنا صراط الذين أنعمت عليهم، هنا الصراط مثل الكلمة في الأولى اهدنا الصراط، صراط هنا، هنا الصاد ليس سين، فنقول صراط الذين لا نقول صراط الذين. والراء هنا مفخم أيضا، واللام يتبع الراء، والطاء هنا مفخم. صراط الذين، نأتي لكلمة الذين، هنا الذين مرقق، الألف واللام مرقق، فنقول ال لا نقول ال هنا خطأ. الذين أيضا حرف الذال، لا بعضهم وأكثر، وقد سمعت كثيرا يقول الذين أنعمت عليهم، هذا حرف زاي ليس ذال، فنقول صراط الذين، الذين الذال يخرج من هنا، نخرج اللسان قليلا فيأتي لنا الذال، نقول الذين، الذين من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، هنا نراعي مخرج الذال، لا الذال هنا ليس زاي، الذال حرف له مخرج وله صفة، يعني يختلف عن الزاي كثيرا، فنقول الذين، واللام هنا مشدد مفتوح، اللام هنا مشدد مفتوح، فنقول صراط الذين أنعمت عليهم، هنا الألف والنون أيضا مرققة، فنقول أنعمت لا نقول أنعمت، هنا الحرفين مرققين، أنعمت عليهم.
صراط الذين أنعمت عليهم. هنا العين واللام، العين مرقق واللام مكسور، فنقول عليهم، الياء ساكن والهاء مكسور والميم ساكن، فهذه الحروف عليهم هنا كلها مرققة، فنقول صراط الذين أنعمت عليهم. هذا القراءة الصحيحة لهذه الآية. بارك الله فيكم. طيب جزاكم الله خيرا. عندك صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني diberikan petunjuk oleh Syekh Abdul Majid bahwasanya untuk huruf shad dibaca shad dan tidak dibaca dengan shin. Karena di antara kita ada yang membaca shad dengan huruf shin. Kemudian untuk alladzina itu dibaca dengan huruf zan. Yang mana huruf zan itu di antara dua langit dan ujung lidah bertemu dengan gigi depan atas. Jadi tidak dibaca dengan huruf zai, tapi za. Seperti itu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Majid. Selanjutnya untuk bacaan adaihim, ain dengan lam, itu dibaca dengan tipis, tidak boleh dengan tebal. Demikian, tafadhal ya Syekh. Barakallahu fiik. Urid an unawwih li'anna صراط آية، الآية هذه هي آية كاملة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هنا هي آية كاملة، فنحن الآن نقسمها حتى نشرح فقط التوضيحات التجويدية لكي يعرفوا القراءة الصحيحة، وإلا هذه الآية هي آية كاملة. قلنا صراط الذين أنعمت عليهم، هنا غير المغضوب عليهم، هنا الغين مفخمة، فلا نقول غيري، لا، هنا نفخم الغين ونفتح الفم ويكون التفخيم واضحا، فنقول غيري، والياء هنا مرقق ساكن، والراء مكسورة مرققة، فنقول غيري المغضوب. هنا نأتي بالألف واللام في كلمة المغضوب، هنا تكون مرققة غيري لأن سبقها كسر، فتكون غير المغضوب. الميم هنا في كلمة المغضوب، الميم هنا مرققة، فنقول الماء، لا نقول الماء، هنا خطأ أيضا أن تفخم الميم هنا. المغضوب، الغين يخرج هو بعد الميم، الغين هنا هو ساكن وأيضا فيه تفخيم، فنقول الماء. لا نأتي بالميم والغين من نفس المخرج فتكون مفخمة، لا، الميم نفصلها عن الغين، الميم مرققة والغين مفخمة ساكنة، فنقول المغضوب غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم. بارك الله فيك. Untuk informasi bahwasanya shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin merupakan satu rangkaian dalam ayat. Namun Syekh Abdul Majid mengatakan untuk memberikan pembelajaran mereka potong untuk mendapatkan ilmu tajwid yang baik dan benar. Baca untuk ghairil maghdubi alaihim, untuk huruf gha harus dibaca dengan tebal dan dengan membuka mulut. Untuk huruf ra yang kasrah ghairi, beliau juga memberikan informasi kepada kita dan memberikan ilmu kepada kita, yaitu dibaca dengan kasrah dan tipis. Untuk mim juga dibaca dengan tipis. Untuk bacaan huruf ma, mag. Kemudian huruf ghain yang sukun dibaca dengan tebal. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya Syekh Abdul Majid, jazakumullah khairan, dan tepat jam 10. Dan insya Allah akan kita coba satu atau dua peserta untuk mencoba kembali
bacaan Al-Fatihah sesuai standar sanad. Jazakumullahu khairan. Wa iya barakallahu fiik. Faqat urid an uwaddih al-akhirah wa lad-dallin huna. Baik, tafadhal ya Syekh. Tabaan fi kalimat al-maghdubi ad-dad huna huwa min huruf al-tafkhim. فنقول دو ليس دو بعضهم يقول المغضوب عليهم هنا هي المغضوب عليهم الله هنا مضمومة مفخمة ولا الضالين هنا الواو مرققة ولا الضالين ولا اللام والواو مرققة والضاد هنا مفخم مشدد مفتوح فنفتح الفم ونأتي بالاستطالة التي ينساها كثير من القراء عندما يقرأ يقول ولا الضالين لا هنا تأتي الاستطالة هكذا عندما أقرأ هكذا تكون الاستطالة واضحة لأن حرف الضاد هو من صفته الاستطالة وهي صفة للضاد فقط ليس لبقية الحروف فنقول ولا نأتي بهذه الحركة البسيطة وهي تسمى بالاستطالة للضاد ولا ضالين بعد أن نأتي بالاستطالة ونفخم الضاد أيضا يفخم الألف التي الضالين ويأتي ست حركات ثم نشدد اللام ويكون التشديد لللام مرققا ولا ضالين وتكون الكسرة تمام الكسرة لا نختلس الكسرة في ولا الضالين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فتكون القراءة الصحيحة لهذه الآية كاملة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحسنتم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أسأل من الله عز وجل أن ينفعني وإياكم وأن يكتب أجرنا وأجركم جميعا وأن يوفقكم ويجعلكم من حفاظ كتابه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله فيكم الله يبارك فيك اللهم آمين وكepada tim kita berikan satu baik satu peserta yang akan mencoba untuk mengakhiri acara kita pada hari ini. Baik, sudah ada yang terhubung? Ya. Tafadhal ya, Syekh. Akhirnya Faris Farhan Samsuri. Tafadhal. Bisa dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن نقول أعوذ أعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تفخيم الراء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باغوس تروس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الدين هنا الدال ليس فيه همس فنقول التين لا مالك يوم الدين مالك يوم الدين
أحسنت. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هنا اهدنا الصراط المستقيم ليس كيم، الكاف حرف والقاف حرف، هنا القاف مكسور فنقول المستقيم، المستقيم ليس كيم، المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. نعم أحسنت. صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين، صراط ليس شراط ولا صراط، صي صي صراط الذين، صراط الذين أنعمت عليهم غير صي صراط صي صراط الذين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت وبارك الله فيك، ولكن أعد غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين. أعدها. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ما شاء الله. جزاك الله خير. طيب جزاكم الله خيرا كثيرا kepada kita semua yang pada hari ini telah melaksanakan daurah dengan baik dan benar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Syekh Abdul Majid, Syekh Abdul Hakim dan para syekh lainnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa juga kepada Allah semoga ilmu yang beliau sampaikan kepada kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang belajar diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada daurah pada hari ini, yaitu tentang tahsin Al-Fatihah bersanad bersama Syekh Abdul Majid dan Syekh Abdul Hakim. Wa nahnu naqulu nashkurukum ya Syekh Abdul Majid wa Syekh Abdul Hakim ala ihtimamikum wa nu'tina ilmu wa narju insyaallah min Allah taala ayan fa'ana ala ilmikum wa nahnu nastati an naqra al-kitaba bis sahiha. Jazakumullahu khairan katsiran wa naltaqi insyaallah fil jannah ma'akum insyaallah. Barakallahu fi wa nahtatim bi addu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan katsiran. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah. Waliyakum, insyaAllah. Nah.